فتحت البوابات على بركة الله في رابع أشواط هذه الأمسية إلى جائزة نادي الفروسية التقديرية، وقيمة الجائزة 110,000 ريال. يبدأ خصوصي من المسار الخارجي أحد الجمل التكتيكية، يتبعه بقوة مستعجل في المرتبة الثانية، بينما خصوصي يوسف الحصين يظفر بصدارة هذا الشوط، وبينما على صواب في المرتبة الثالثة أشاهد على صواب الجواد المرشح، وبينما يروي بجوار على صواب المنافسة والتحدي والإثارة، بينما درهم مع عادل أفريدي في المرتبة السادسة. خصوصي بجواره مستعجل، سباق على الصدارة، من يظفر بصدارة هذا الشوط ويواصل إلى خط النهاية، بينما على صواب يراقب يروي بالشعار السماوي من المسار الخارجي على صواب. الطريق أمامك سالك مع يروي من المسار الخارجي إلى جائزة نادي الفروسية التقديرية الأبيض والسماوي. ما شاء الله تبارك الله، على صواب على صوته أليكسيس مورينيو، يحاول أن يبدأ علامة الأربعمائة متر الأخيرة على الصواب في المركز الأول، المطاردة من خصوصي في المرتبة الثانية، ويروي ثالثا بالشعار السماوي، ولكن على صواب قادما الصورة المصغرة لكأس المؤسسة إلى جائزة نادي الفروسية التقديرية، وأيضا نشاهد من المسار الداخلي يجرح، ولكن على صواب إلى خط النهاية الجواد.